أن محمدا ابن سلمان هذا الذي أقسم أن يغير هوية الأمة، هوية الأمة، قد عزم على أن يجرف جبل أحد كله. لماذا؟ لأن هذا الجبل له رمزية في الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا جبل نحبه يحبنا ونحبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الجبل يحبنا ونحبه. هذا الجبل الذي يحب محمد صلى الله عليه وسلم ويحبه محمد، يريد بن سلمان أن يزيله من الوجود ليبني مكانه منتجع، حتى يزيل أثر ومعلم من معالم الإسلام الشهيرة. وبالأمس قررت إدارة الحرم المكي، قررت أن تسمح للنساء من جميع أنحاء العالم أن تأتي للحج من غير محرم، فقد كان اشتراط المحرم من قبل ضلالا، واليوم هداهم الله فعلموا أن المحرم للمرأة غير ضروري، لأن الجمعيات الغربية تقول لهم: لماذا تشترطون المحرم؟ أليست المرأة إنسانا مثل الرجل، من حقها أن تسافر ومن حقها أن تعمل ما تشاء، لماذا تشترطون على المرأة أن يذهب معها أبوها أو أخوها؟ قالوا: لا بأس، لن نفعل، تبنا وثبنا، عدنا إليكم. أنتم مضى عليكم دهور وأنتم تمنعون المرأة إلا من وجود محرم، لماذا غيرتم وبدلتم؟ تريدون أن تواطئوا ما عليه الكفار. فالزحف على الأمة في كل شيء من خصائص. والله ما عاد ندري، حنا نشيل هم القدس وحربها واللي يصير فيها، وعسى الله ينصرهم ويعينهم، ولا نشيل هم جبل أحد اللي تصدر قرار من فرعون الأمة بإزالة جبل أحد وجرف جبل أحد وجرف قبر 70 صحابي لبناء مركز تأهيلي طبي. يعني انتهك المحرمات الإسلامية، هذه محرمات، هذه لنا، هذا جبلنا، هذا ما نفاوض عليه ولا نساوم عليه، هذا جبل راحوا فيه شهداء وصار فيه حروب، وكما أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال: جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. أنتم يا المطاوعة يا أهل الحق يلي ما تخافون الله، ابتلي على الحاكم اللي والله العظيم ما بها لحية طاهرة ولا بها لحية شريفة، وعلم والله يصلكم ويتعداكم. ابتلي يكرمون السامعين على الحاكم اللي والله والله مكنسة الحمام أطهر منها، على الله أبوها الشوارب لأبوها لها، اللي ما بكم شريف طلع وقال خوف الله يا مسلم بس كلمتين نبي منكم، حرام. وين أخو أخته اللي يقول حرام كلمتين يقول هذا حرام؟ وين النشمي؟ وين اللي خواله من أمامه يقول حرام؟ ما بكم شريف ولا بكم حصان، والله دجاج ويقودكم فرعون هذه الأمة على كيفه. إن قال لكم ارقصوا رقصتوا، وإن قال لكم غنوا غنيتوا، وإن قال لكم انثبروا انثبرتوا. يقول أبوي الله يرحمه يقول: الحر ما يقعد بدار المهونة، والشاة يأكلها الوحش بين الأطناب. لا توقعون إنكم بذلكم الفرعون الأمة هذا، لا توقعون بذلكم له إنه يحترمكم، بالعكس والله والله تنزلون من عينه تظلون سقط. لا تخافون، وين العلماء؟ علماء الكذب، علماء السلاطين، وينهم؟ ليه ما يطلعون يقولون هذا حرام، هذه مقدسات إسلامية ما يجوز اللعب بها ولا يجوز العبث بها؟ وينكم؟ الله ياخذ هلحة. اي والله شعارنا شعار الكذب والدجل، وينهم؟ ليه ما يطلعون يكتبون لهم قصيدة على هذا السربوت اللي لعب بخلق الله؟ إلا والله ابن الذيب وعويذ الله من شر هالرجل، قال اللي عليه وبحروه إن حكم مرتين مؤبد، عسى الله يفرج عنه. والله يا ربع إني أسولف من شيء قسم بالله يدبل التبد. هذا جبل
من جبال الجنة، جبل أحد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: جبل يحبنا ونحبه. هذا الجبل العظيم شاهد على معركة من أعظم معارك الإسلام، ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء عظيما. طبعا هذا الجبل امتداده قرابة 18 كيلو، جبل عظيم. شوفوا، تخيلوا ضخامة هذا الجبل. هذا نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر الأمس أو قبل حوالي 3 أيام مرسوم من العاهل الملكي السعودي محمد بن سلمان بتجريف 70 قبر من صحابة رسول الله الذين استشهدوا في معركة أحد، وأولهم قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وتدمير جبل أحد. حيث جبل أحد له مكانة إسلامية لدى المسلمين، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جبل يحبنا ونحبه وهو جبل أحد. فلماذا هذا القرار الجائر الذي صدر من محمد بن سلمان؟ المبرر لدى محمد بن سلمان هو بناء مركز تأهيل طبي. جبل أحد يبعد حوالي مقارب 4 كيلومتر عن المسجد النبوي الشريف من الجهة الشمالية، وله مكانة إسلامية عند زيارة قبر رسول محمد صلى الله عليه وسلم. أغلب المسلمين يذهبون جبل أحد ليتبركوا به، إن هو جبل الذي اهتز تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا العمل عمل جار، يضاف إلى جميع الأعمال الدنيئة التي قام بها عائلة بن سلمان من تجريف قبر بيت فاطمة وتجريف جميع المعالم الإسلامية في مكة، وكذلك مقبرة البقيع. فأين دور المجتمعات الإسلامية؟ وأين دور المنظمات الإسلامية؟ وأين دور قادة الإسلام من هذا العمل الدنيء الذي يقوم عليه محمد بن سلمان؟ وشكرا. إزالة جبل أحد، الله أكبر، جبل يعني ارتفاعه كذا متر، شاهق الارتفاع ويمتد على عدة كيلومترات، وجبل صخري. يعني احنا اذا بدنا نحفر بأرضية المدينة، اهل المدينة يعرفون، بدك اشهر علشان تخلص بس الحفر، ويعرفون انه مقاولة البناء ما تتضمن الحفر. ليش؟ لانه احيانا تطلع الارض صخرية في المدينة، فيصير الحفر مكلف جدا. فبالتالي ازالة جبل احد يحتاج ميزانية دول مش ميزانية دولة. كل ما يحدث هناك بعض التطوير لسفح الجبل بالقرب من الطريق الدائري، وإضافة الكثير من المرافق الخدمية اللي راح تصب بمصلحة المدينة المنورة، وهو عمل صحيح. يعطيكم العافية. مساء الخير. الحقيقة في حملة مهمة ومرعبة في نفس الوقت على المملكة العربية السعودية، بتقول ان ولي العهد السعودي والمملكة العربية السعودية قرروا ان هم يشيلوا جبل احد ويزيلوا اجزاء كبيرة جدا من جبل احد. والحقيقة ان جبل احد مهم جدا لكل المسلمين، للقدسية المهمة جدا. ده المكان او الجبل اللي نزل الوحي فيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وده المكان اللي كان بيعتكف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي فكرة ان انت تزيل جبل احد ده تحدي مهم ومرعب جدا لكل عموم المسلمين في كل بقاع الارض. لكن الحقيقة لما اكتشفنا وتقصينا الحقيقة، اكتشفنا اتآتي انه مفيش هدم لجبل احد، ولا في هدم اجزاء من جبل احد. القصة وما فيها انه المملكة العربية السعودية عندها مشروع 2030، جزء منه انهم يقيموا تحت جبل احد مشروع طبي، لكن هيشيلهم ولا هيزيلوا جبل احد.